السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي. اليوم جبت لكم فيديو جديد مختلف على الفيديوهات، ونتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في صحة وأحوالكم وظروفكم غادية مزيان إن شاء الله. أنا كنت في أنفا بلاس ودايزة محدا هاد المحل هذا، وبالي داير لي برومو مزيانين حتى 70%، وكنت ندخل نكتشف لهاد الاثمنه ونكتشف العطور اللي دايرين. هذا راه بيت العود، عطور العرب. هانتوما كما كتشوفوا راه هما جوج العطور كتاخذي ب 500 درهم. اثمنه زعما ثمن مناسب، برومو مزيانه. وكاين هذا اللي عجبتني هي في هاد الشيء تاع العود، هاد الشيخ الشيوخ راه هانت التيستور ديالها راه خاويه. انا شميت غير الغطايه، راه شي حاجه روعه روعه زعما. ماشي كنشكرها لكم هكا كاينه، وهي نيت اللي غتكتب غدا ناخذها ان شاء الله، راه غنوري لكم في الاخر الفيديو. المهم كيبقاو الاثمنه مختلفه، بحال هادو كتلقاو ثلاثه ب 500 درهم. مزيانه، ثمن مزيان، اثمنه مزيانه، والعود راه شي حاجه روعه. هادشي العطور تاع العرب راه شي حاجه زوينه. وهنايا انا غنديكم بلاصه البخور، عاوتاني البخور عاوتاني راه شي حاجه اخرى زوينه. هي مهمه، راه من بعد غادي تجرب ليا واحد امير العرب، سميتو هاد النوع تاع البخور اللي هاد تيست تجربوا ليا، سميتو امير العرب. راه حتى هو شي حاجه كيعطر الجو، راه شي كت هذاك ديك الريحه ديالو ما نشرحها، ما نعرفش نوصفها كيفاش كيفاش كتشمي هذاك الريحه، يعني شي حاجه زوينه. هادي تاع السعوديه، هاد البخور هادي تاع السعوديه، وهذه اللي غتجرب ليا هذيك تاع امير شيوخ تاعت الامارات، بالحق تاعت الامارات. المهم انا راه كنضرب بكم دويره بلاصه البخور. هادو معطل الجو، كتاخدي منهم جوج ب 100 درهم، حتى هما فيهم ريحه واعره زوينه، وكيبقاو الاثمنه نيت مناسبه. هادو المبيخرات، هادو تما معطرين، كتاخدي جوج ب 200 درهم، كاين جوج ب 150 درهم. المهم هنا كما كتشوفوا هي كتشعلي هذيك المبيخره باش تجرب ليا هاد البخور تاع امير العرب. سميتو امير العرب، انا غنوريه لكم، ولكن راه شي حاجه روعه روعه، ويستحق هذاك الثمن ديالو، داير 150 درهم. هو الصراحه العود كيبقى كله زوين، كله زوين، الاشكال ديالو كله زوين. هذا هو اللي قلت لكم امير العرب، شي حاجه زعما روعه روعه. تعطري الدرك وتعرفي باش عطرتيها. ماشي انا كنشكروا لكم، راه زعما راه هاد ما نعرفش نوصفوا لكم، زعما ريحته خطيره خطيره صراحه. هو هذا البنات، انا كننصحكم به، هذا زوين واعر. امير العود، امير العود سميتو، امير العود. وها هو الريحه اللي خديت هنا، ما بقيتش بلاها الصراحه، لان هذيك شيخ الشيوخ زعما راها هبلتني الصراحه، زوينه زوينه. ها هي هذه شيخ الشيوخ، ريحتها زعما الصراحه روعه. ومهم فيديو ديالي غيسالي هنا، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو عندي وتخليو لي لايك.